وللحديث عما يجري في الرقة ينضم إلينا من الحدود السورية التركية الناشط السياسي عبد اللطيف الجاسم. أهلا بك سيد عبد اللطيف، بداية لماذا أطلق عناصر الصناديد النار على الأهالي في قرية اليرموك؟ تحياتي لك وللأخوة المشاهدين. أهلا بك. دعنا نسمي الأشياء بأسمائها. تفضل. الرقة ساقطة عسكريا، وهذه البروباغندا الإعلامية لذر الرماد بالعيون، لأن الرقة محاصرة منذ أكثر من شهرين من الجهات الأربعة، وهذا القتل الذي يحصل الآن على الرقة هو تبادل قتل بين القوات المهاجمة وداعش ووقودها المدنيين، وما يمارس من قتل رهيب للرقة وأهلها فاق الإبادة الجماعية، لأن الرقة تحولت إلى أكثر من منكوبة، وتحولت جغرافيتها إلى ساحة حرب مجنونة لا ضوابط لها. لقد تحول أهل الرقة المدنيين إلى وقود رخيص لم يكترث بهم أحد، وهم يرحلون من رمضاء داعش إلى نيران قسد. وما رأيته من تصرفات وإساءات وتجاوزات على الناس في القرى، والآن يحصل نوع من أنواع التبادل للقذائف على المدينة. نعم يعني داعش تضرب من نعم المدينة. تمام السيد عبد اللطيف، أنت يعني سبقت علي، أنا كنت سأسألك عن الوضع في مدينة الرقة، ولكن كان سؤالي عما يحدث في قرية اليرموك. لماذا قام عناصر الصناديد بإطلاق الرصاص على المدنيين؟ سيدي الكريم، هؤلاء الناس هم عبارة عن ميليشيات متفلتة تدخل إلى القرى تقوم بنهبها، مسعورون يقومون لا يتحلون ولا بأي ضمير من ضمير الإنسانية. عندما يدخلون إلى قرية ويأخذون أموال الناس ويأخذون أرزاق الناس، وحتى الشبابيك والأبواب يقتلعونها، يعفشون في القرى. هذا الأمر لا يجوز، يعني هذا الأمر وهذا هو إهدار متكرر وجوههم. في عدة قرى، وليس الآن هو فقط في، يعني هو حلقة في سلسلة من تعاملات هذه القوات مع المدنيين. طبعا طبعا هذا الأمر عم يحصل في كل القرى، وهناك كثير من الإساءات للناس المدنيين الذين لا ذنب لهم إلا أنهم نعم يعني، مدنيين عزل من ولكن السلاح. سيد عبد اللطيف، يعني الأنباء تفيد باعتقال قوات سوريا الديمقراطية للأشخاص الذين ظهروا في الفيديو الذي كشف الحادثة. هل لديك أي معلومات عن هذه الاعتقالات؟ سيد الكريم، هذه قوة متعسفة تعتقل كل تمنع لا تبحث عن أن تعطي الحرية للناس، تعتقل كل إنسان يريد أن يواجهها بالحقيقة. هؤلاء الناس عندما خرجوا من طورهم وقالوا أنهم يسرقون، هذا الأمر حقيقي، هذا ما وصل إلى الإعلام، وسنكون نحن كموثقين وبالمرصاد لكل هذه التجاوزات. ويجب أن يفهم المسؤولين عن هذه الحملة أن هذه التجاوزات مرفوضة من قبل الحاضنة العربية التي هي بالأساس لم تكن ترضى أن تكون هذه القوات هي التي تأتي إلى الرقة، لأن هناك جبهة ثوار الرقة كانت تجهز نفسها من أهل المنطقة لكي يحرروا الرقة من داعش، لكن جعل هذه منع 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 هذه القوة من أن تشارك. نعم وصلت الفكرة. سيد عبد اللطيف، يعني بعجالة إذا سمحت، ما هي آخر التطورات العسكرية في مدينة الرقة؟ التطورات العسكرية، هناك وبال من القذائف ينزل على المدنيين في هذا الشهر الفضيل في رمضان، الناس لا كهرباء لا ماء، وبالإضافة إلى ذلك قصف عشوائي متعدد على كل المناطق والأحياء في الرقة وبيوت قديمة، وهناك ولا مبرر لهذا القصف إلا لعملية تغيير ديموغرافي من أجل تهريب الناس وقتل الناس. وهذا الأمر نناشد به، نحن نناشد الرئيس ترامب أن يقول للتحالف أن هذا القتل هو عبارة عن قتل مقصود من أجل الإبادة الجماعية لأهل الرقة، ولا نقبل به إطلاقا. إذن فإن المتضرر الأكبر من هذه المعركة هو
المدنيين. شكرا لك سيد عبد اللطيف الجاسم، حدثتنا من الحدود السورية التركية.